اوكي، مرحبا، معكم راني. صرنا في القسم 6.4 من كتاب البرولوج، عم نحل مسائل براكتيكال سيشن. طبعا زي العادة، بس انا قصادي بحط بالاول الواجهة عشان نعرف وين نحن صرنا، وبالتالي نحل المسائل اللي عندنا اياهم اصلا منزلينها سابقا زي كل مرة. فهلأ بدنا نشرح المسائل دغري من خلال الملفات النصية المحلولة، تمام؟ فهلأ بقولك، هو هون بأول سؤال براكتيكال سيشن 1 ولك هو من الممكن انك تكتب يعني بسطر واحد تعريف للبريديكت اللي اسمها، والخبريه اللي اسمها ممبر، او خلينا نقول فانكشن. بالاخر هاي كلها دوال يعني باول اخر نسموها، حتى طريقه البرولوج انه بريديكت. ف انه ما نستعمل في بريديكت او فانكشن اللي هو بقول لك الممبر، يعني اذا بقول لك اذا هذا العنصر جزء من هاي الليسته، اوكي؟ فبس هو لك ممكن تكتبها بطريقه الابند، اوكي، ابند ثلاثه. فبقول لك كيف هذه يعني الطريقه من التعريف، اوكي، كيف هالاصداره من التعريف هاي، يعني في بتقارنها بالنسبه، بقارنها بالاداء، اوكي، بقارنها اداء بالنسبه للوحده الاساسيه المعياريه، اوكي. فاصلا التعريف تبعنا اذا اكس ممبر من لستا، يعني شو اسمه، شو ما كان العنصر، اوكي، انك تلزق شو ما كان عليه، فبتجيب او بتجيب اي شيء تلزقه على لستة بيكون هو اخرها هذا العنصر اللي شو ما كان، وعليه الراس الاكس اللي انت عم بتشوف اذا هذا هو الاكس بالاول موجود باللستة، اوكي، اللي طلع بالاخير انه نتيجة ال، اوكي، فاللستة ال. طيب هلا الابند هي نحن بنعرف بدها تنزل تفصفص كل اللسته حتى توصل للي بدها اياه بهيدي من هاي الجهه، حتى تجمعها مع هاي الجهه وتوصل بهاي الجهه، طبعا توصل معنا بالنتيجه هاي الجهه ال. طيب ف يعني لو كان هذا عنصر واحد، اوكي، هون بدك الوصل بده يكون بنبلش من الاكس، لانه الاكس اساس تفترضها بالنص، وفي عندك هون الكمالة تبعية اللستة النصانية، فهو معتبر انه هيدي هي نص اللستة النصانية هي هون بتصير، وبتكون جزء من اللستة ال الاكس، يعني الاكس تطلع هيك بهالاساس، اوكي. طيب فبهاي الطريقة بصير بدك تقعد تبرق بكل هدول بالاول، وبعدين توصل لهاي، وبعدين بدك تصير تكمل في هاي لحتى توصل معك انه هاي دول كلياتهم هول اثنين هن بيساووا ال ال. فمشان هيك هاي الطريقة بقول لك طريقة الاباند هي اقل او اسوأ اداء، اوكي، less efficient، اوكي، لانه هي بتحتوي على نداءات او يعني استعمال البريديكت اباند كتير، اوكي، وبتكون عم تبني الجزء الثاني وبتعمل اعادات عليه، بتبني الجزء الثاني هون، اوكي، وبتعمل اعادات عليه. فالعمليه الاساسيه المعياريه تبعيه البريديكت ممبر، اوكي، فقط تحتوي على ريكيرسيف كولز، اوكي، يعني بتصير بس بتكمل، يعني بتاخذ بس بتدور بتدوار بدون ما تجمع شيء مع شيء، اوكي، هي اول شغله، اوكي. طيب هلا هون الثاني، السؤال الثاني، اوكي، بقول لك اكتب بريديكت اسمه set in list out list، اوكي، بتاخذ in list وبتطلع لي out list، اوكي، اللي هي بتاخذ ادخال حي الله لستة، اوكي، وبترجع لستة اللي هو كل عنصر من هاللستة اللي دخلت، اوكي، بتبين مرة واحدة، تمام. مثلا اذا كان عندي لسته فيها 2 2 فو 1 هيك، اوكي، كل عنصر ممنوع يتكرر، يعني بدك تصفيها وتنزل هيك، تمام، لانه فكره السيتس، فكره المجموعات، انه ممنوع يتكرر الشخص بالمجموعه رياضيا، اوكي، نحن ما عم نحكي عن جروب، نحن عم نحكي عن سيت، اوكي، مش مجموعه، هناك مجموعه السيت يعني المجموعه الرياضيه، اوكي، مش المجموعة العامة، اوكي، انه ممكن يكون في نفس الشغلة ثلاث اربع شغلات، اوكي، ثلاث نسخ او اربع نسخ، ممنوع النسخ يعني، اوكي. فهي هي اللستة. طيب هلا كيف بنعرفها؟ بقول لك اذا بتجيب لستة فاضية مع حيالله لستة بتدخلها، تمام، لازم ترجع لك شو لستة، لستة النتيجة، اوكي، لازم يبقى الار، شو بده يبقى يعني، تمام. هلا اذا اللستة بتبلش ب اتش
وبتنتهي ب تي، اوكي يعني بلش بعنصر واحد هو اسمه اتش وبتنتهي بلستة تي وفيها اكيوميليتر اي تعطيك الار، تمام تعطيك النتيجه. طيب هلا النتيجه على اساس انه شو؟ انه هذا الاتش بيكون جزء من ال من اللستة اي، اوكي وبتكمل بتدور بداخل التي باستعمال التي اوكي الدناب على الباء وطلع نتيجه باء، تمام. هلا هاي شغله. شغله ثانيه انه اذا الاتش مش موجود ب اذا كمان طريقه ثانيه انه بمعنى انه اذا اتش وتي واي وار زي ما هون جاي خلاص صرنا نعرف انه هيدي لسه فصفصه اتش تي. ف اذا الاتش هي مش جزء من الاي اوكي مش جزء من الكمالي هون، تمام اذا مش هي مش جزء من الاي ف لتعطي النتيجة R فبتقول انه شو هي كمان الست بتضيف عليها كمان حتى تعتبرها جزء من الست انه هو مش من ال H الراس مش من ال A وكمان بيكون التيل بياخد بنفس الوقت انه H A يعني H بيكون الراس صار جزء من الاكيميليتر مع ال R، تمام. وبرد بيعرف مرة تانية الست ال R الليستة ال بدك تطلع فيها النتيجة بحط مرة تانية بعرفها بهالطريقة، اوكي ببلش من لستة فاضية، تمام. ف هلا ارجع مرة تانية اقرا كل هذا على اساس هذول كلياتهم مع بعض، تمام. فهون عندنا لما يكون ال الراس راس الليستة جزء من ال من الاكيوميليتر اوكي شو اسمه جزء من الاكيوميليتر وبده يكون كمان عندنا الست هون النتيجه الار اوكي بتجيب وين انت اذا هو جزء اوكي خلص تتجاهله، عرفتوا كيف؟ اذا هو جزء بتتجاهله بكون لانه هو حطيته انت هون باللسته خلص بتكمل بمين بالتي وبالاي وبالار، تمام بالباقي خلص ما عادش تطلع فيه. هلا اذا هو مش جزء من الاكيوميليتر يعني مش جزء من اللي باقي اوكي فاذا بترد بتكمل في الست اوكي وبتستعمل اكيوميليتر عندك مين هو انه بتحطه على الاكيوميليتر هذا الزائد اوكي بس المهم بتطلع نتيجه ار فيها اوكي. فهاي بتحفظوها حفظ بكون احسن شيء بتعملوه، تمام اوكي دائما هيك شغلات بفضل تحفظوها دائما حفظ 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 اوكي. طيب هلا بدنا مثلا عندنا لستة فيها هيك جاي او هيك جاي اوكي كل الاقواس بدنا نصفيهم نحطهم قوسين يعني بس قوس اللي على اليمين والشمال اوكي القوس اللي على اليمين والقوس اللي على الشمال، تمام. وهدول الاقواس اللي بدنا كلهم نخلص منهم، تمام مهما يتعرضوا اوكي فبتصير بالاخر بدنا نصفيها هيك فاذا فلاتن كله بيعمل تارك كارجن عم بيعمل عليهم فاذا فلاتن للستة فاضية حط فيها الاكيوميليتر ار بيطلع ار، تمام. انتم ملاحظين كيف النمط كل شيء بحط ثلاث عناصر دائما كيف بتضل تضيف عليه. طيب حتى يعمل مثل الواي لوب. هلا عندك لستة مليانة براسها وبدنبها وفي الاكيوميليتر تاعها وفي الار. طيب هلا شو بدك تصير تعمل؟ بتصير بدك تعمل فلاتن لا لانه هيدي كيف بدي لك بدي يفردها يمعسها، عرفتوا كيف؟ يمعسها كلها كانك جبت المحدله كيف بدك تدحل عليها اوكي جبت المدحله عرفت كيف دحلت عليها كلها اوكي كيف لما زفت الطرقات فبدك تخلص تزز في الطرقات كانه هدول الاقواس اوكي بدنا نصفيهم ونحطهم مسحهم على الارض خلاص ما عادش بدي اياهم ليتحولوا هيك، تمام كان حجاره بالطريق بدي اخلص منها. طيب ف شو بتصير؟ فبدك تعتبر انه الاتش هي نفسها اوكي او لا بدي اعمل فلاتن للتي اكيد للتيل بدي ردها امعسه كمان بس العنصر اللي قدام الاتش هذا بدي اعمله هو فلاتن على اساس انه في حال كان هو لسته كمان بدي امعسه فلات يعني فلطحه اوكي فلات لها معنيتين اوكي بالانجليزي العربي الفلطحه او تعمل شقه العماره شقه بنايه اوكي بس هو معناها الفلطحه، تمام. فبالحالة بيكون عم بفلطح الدنب وبفلطح كمان مين
الديل. بس على اساس انه شو بحط هون، حط اكس بكماله بكمل اكس على الاكس، عرفت شو؟ هون هذه كمال صارت، تمام. طيب هلا في في حال انه العنصر اللي داخل هون اللي عم بتحاول تفصصه هو مش لسه هو مجرد عنصر عادي، اوكي، فشو بتعمل؟ بتضيفه على الاكيوميليتر، اوكي، بتحطه بالنتيجه انه بضيفه على الاكيوميليتر، وبعدين عادي بضل حول الفلاتر انه تاخذ بس قيمتين، اوكي، فبيعملها هذه الطريقه على بالنص، اوكي. هاي هي طريقه الفلاتر، كل هول انا برايي تحفظوهم، ما لكم غير هيك، لانه ما توجعش راسك مره ثانيه تفكر فيهم، عرفت شو؟ خلص احفظهم حفظ، ماشي، سلام.